تابعناه جميعا توفي اليوم اللي كان بيزق العربية اللي انتوا شايفينها، وجات عربية تانية وكأن السائق الآخر، أو شايفين ده مشهد الله يعني اللي يشوفه يعتقد انه أمام فيلم من أفلام الأكشن. لا يمكن تقول ده يحصل في الواقع يعني، لأنه أمامك مساحات كبيرة للتعامل مع الشاب كان مصابا بالأمس لما اتكلمنا اليوم، للأسف الشديد مات، لأنه طبعا أما هتبص على المشهد هنا بأي حد هيقول لا يمكن أن يخرج سالما منه يعني. يعني طبعا مشيئة الله سبحانه وتعالى أصيب، لكن مات اليوم، ومات طبعا في بهدلة تانية في المستشفيات. هنا لو ثبت ان السائق او اللي خلف السيارة ده المتهور ده طفل عنده 15 سنة، ده معناه انه مفيش عندنا لا ضوابط ولا اي حاجة، وانك انت مش طفل بقى يعني، ده انت ممكن فجأة تبص تلاقي في معتوه بيسوق عربية، او حد كده تصور انه الكلب اللي معاه ممكن يسوق فيلا سوق. تخيل ما تتخيله يعني، انما المشهد تتخيله مشهدا في فيلم هندي او في فيلم من افلام الاكشن، لكن ده للاسف مشهد واقعي حقيقي حدث في مصر. الولد مات النهارده اسلام، ربنا يصبر اهله. والده معايا استاذ يحيى الخضر مرسي. يا استاذ يحيى بقى في حياتك، ربنا يصبرك. حياتك الله يا زول. كنت معايا امبارح وكنا يعني بنتمنى انه اسلام يجد علاجا يعني، مع ان انت قلت لي ما فيش حته فيه سليمه، وهو اللي يشوف المشهد يقول كده يعني، لكن ده قضاء الله سبحانه وتعالى اولا، وكمان على المسؤوليه على الارض، مسؤوليه القتله اللي يتسببوا في كده يعني. قول لي اولا المستشفى ما حدش عارف يعالجه يعني. والله يا استاذ زويل، هو انا لما كلمت حضرتك امبارح احنا كنا نقلناه لمستشفى تاني عشان يخش فيها العنايه، فدخلناه العنايه واحنا بندخلوه قلنا يعني دوره بالرحمه. ربنا يصبرك. طبعا احنا قابلنا اهمال كتير اول في اول الحاله، هو دوت يعني في الاول قضاء ربنا وقدره، لكن برضك يعني الاهمال بتاع المستشفيات اللي احنا شفناه استاذ زويل هو اللي وصل اسلام لكده، هو اللي ضيع اسلام. لما اجي اخش مستشفى ما الاقيش فيها اساسا شاش، ما الاقيش فيها قطن، ما الاقيش فيها مساعد، اروح يعني ابني اترمى من يوم الجمعه الساعه 11 او 12 قبل الصلاه لغايه تاني يوم الساعه 10 الصبح يوم السبت ما يتعملوش اي حاجه، ومسايبين الولد صايم على رسوم اللي هم هيدخلوه عمليات، يعني لا اكل ولا عمليات ولا علاج ولا اي حاجه، ورامين واروح على اي مرمي واكلمه يقول لي ياخد دوره. طب ياخد دوره فين؟ ده واحد بيموت يعني، انا استنى عليه ياخد دوره فين؟ والله ده حال مستشفياتنا يا استاذ. ده حال المستشفيات. ربنا يصبر. قول لي دلوقتي النيابه بقى في الجزء المتعلق، انا هنا ازاي اذا كان اللي بيسوق العربيه دي 15 سنه ازاي الاب ولا العم بتقول قال انا اللي كنت سايق يعني؟ اه حضرتك بعد كده انت فاهم ازاي، احنا رحنا النهارده عشان نعمله محضر وناخد التصريح بتاع الدفنه امبارح الساعه 2 بالليل بالظبط، 2 بالليل ماشي، من 8 الصبح لغايه الساعه 10 احنا بنعمل تصريح لاسلام عشان ندفنه، من 8 الصبح حضرتك لغايه الساعه 10 احنا بنعمل يعني تصريح عشان ندفنه ماشي. وبعد ما الساعه 10 بالظبط خدنا التصريح، طبعا ما فيش طرق اللي احنا ندفنه فيها الساعه 10، المستشفى اللي احنا فيها ما فيهاش ثلاجه عشان يخش فيها. لا قول لي بس عشان السؤال الوقت متعلق بالطفل اللي كان سايق ده، فعلا 15 سنه وفي شهود على كده حضرتك؟ في شهود وفي قناه ثانيه برضك وبرنامج ثاني جم وعملوا لقاءات مع السواقين اللي هم شغالين على الخط دوت، يعني كلهم قالوا اللي كان سايق الميكروباص الخلفي ده الاتوبيس الخلفي ده طفل ما يعديش ال 18 سنه، ما يعديش ال 18 سنه. الخط ده حضرتك معروف على سفره سيدي بيش، ما فيش سواق شغال عليه مع رخصه. طيب هو والده اللي قال انا اللي كنت سايق؟ لا عمه
عمو اللي قال انا اللي كنت سايق، وبعد كده رجع لما لقى في يعني لما لقى انه هيتعاقب وانها تحولت لعبيط. ايوه راح جاي قال لهم ايه، لا مش انا، ده ابن اخويا هو اللي كان سايق، عشان كده طلع من النيابه تاني يوم. طيب ربنا يصبرك، الف شكر. يعني الله يا جماعه، يعني ده لا في يعني هنا استهانه يعني مالك السيارة لو ثبت انه طفل اقل من 18 سنه وفقا للقانون يعني، ويديله كده يسوق بالشكل ده، يبقى هنا في استهانه بحياته وارواح الناس، لانه زنقه الولد اسلام الله يرحمه يعني بين الاتوبيسين يعني بشعة. ولا فيلم، بقول لك لو بتشوف فيلم سينمائي هتشوف ايه المخرج اللي عمل المشهد البديع ده، لكن هو مشهد واقعي مش مشهد سينمائي او مشهد خيالي للأسف، او زي ما انتم شايفين يعني لا يمكن اتصور ابدا انه ده يحدث على ارض الواقع، الا اذا كنا بنسمح للمعاتيه وللاطفال انها تسوق بهذا الشكل، وده اللي حصل يعني في